كابتن احمد منورنا في الجول. نبتدي من الاول، يمكن ظاهره بتبقى نادره شويه ان يكون لاعب الدايره اشول، يعني انا شخصيا ما اعتقدش انا شفتها قبل كده. فامتى حسيت انك تلعب لاعب دايره مش جناح او باك؟ دي بدأت من زمان. أول ما بدأت هاندبول يعني في بدأت في الترسانة، كان معانا كابتن رفاعي عاطف. كان في الفرقة 7 شهور، كان في 3 وينج رايت 3 باك رايت. ساعتها كنت أنا آخر حاجة، كنت لسه داخل الفرقة لعبني فرود، فهي جت من هنا بقى. بدأ يمرن على الفرود بتاعي، لقى تحركاتي كويسة ولقى إن أنا بعرف أستلم وأعرف ألف. هي بدأت من هنا وكملت كده فرود خلاص. جربت تستغل انك بتلعب بايدك شمال، فلما فريق يحتاج تلعب جناح تلعب جناح، ولا هو عادي؟ ساعات يعني كان في مرات طبعا الفريق محتاج وينج رايت، الفريق محتاج باك رايت، بس طبعا ده في يعني زمان يعني لما كنا صغيرين. لا دلوقتي خلاص الموضوع بروفيشنال طبعا اكتر، كل واحد يعني في مركزه بيطلع افضل حاجه عنده. ما في يعني ما اعتقدش ان انا طلعت في الباك هفيد او في الوينج هفيد يعني، بس انت ممكن تسد خانه لو في عندك قصور يعني مش اكتر. شايف ان اللعب بايدك الشمال ده مديك افضليه كلاعب دايره، يعني الجون اللي قدامك بيبقى لا طبعا مديني ميزه طبعا عن الدوائر كلها طبعا، في تحركاتي في الاتجاه بتاعي. لو لفيت طبعا، لو لفيت وانا بشوط على الجون، الجون طبعا بيبقى هو خلاص مأهل نفسه ان هو يطلع على ايدي اليمين ويبدا يقفل زوايا، فبيلاقي ان انا اشول. الموضوع بيبقى مختلف طبعا جدا، بيسهل عليا حاجات كتير يعني. هل ممكن يؤثر على زمايلك بقى اللي معاك في نفس الفريق؟ ما اعتقدش ان الموضوع ده ممكن يؤثر يعني خالص. لاعب الدايره لازم يكون بيستلم بايديه اليمين والشمال، مش هتفرق اصلا. حتى لو انا ايمن لازم اكون بستلم بالشمال، لان هيبقى في اوقات مثلا ببقى تحت ضغط مثلا على ايدي اليمين تلاقي مدافعين، فلازم هستلم بالشمال. فهو لا ملهاش علاقه خالص يعني. بس اهم حاجه نكون بنتمرن مع بعض يعني، عشان يعرف تحركاتي، يعرف اكون موجود امتى هنا، احجز اجري كده يعني. يمكن بقى نروح للمنتخب. تقريبا كان بيتم استدعائك من 5 6 سنين تقريبا، مثلا 16 او 17، أو 5 سنين من 17. بالظبط. بس كان دايما بنيجي عند القائمة النهائية ما بتبقاش مع الفريق، وبروح لحد بقى ما تألقت في طوكيو، وبعد كده في دورة البحر المتوسط، واخيرا افريقيا. فكرة بقى استبعادك ده احبطتك شوية ولا بس هو امر طبيعي طبعا. انت بتبقى متواجد في المنتخب، انت بتفايت طبعا عشان تبقى موجود، رقم واحد رقم اتنين، المهم تبقى موجود وتحاول تلعب. لما يبدا يقول لك مثلا ان انت مش موجود، دي بتاثر عليك. بس في ناس يعني، انا مثلا كنت واحد من الناس، هو الحمد لله ده نصيبي يعني، مش فيش حد بياخد اكتر من نصيبه يعني. فكنت بشتغل على نفسي تاني عادي، ما فيش مشكله يعني. انا كنت مستني فرصه اثبت ان انا اصلا يعني انا كويس، انا استحق المكان ده. لازم فرصه، عاوز بس فرصه، ماتش ودي، بطوله وديه، حاجه زي كده. وهي بدات معايا في بطوله وديه، كانت قبل طوكيو. البطوله الوديه كنا لعبنا في فرنسا واسبانيا والبرازيل والمانيا، كانت ختامها المانيا، وبعد كده منها طلعت على طوكيو. شايف الفرق ما بين من 5 سنين وقبل طوكيو؟ كان خبرات زادت ولا اكيد ايه اللي طبعا اشتغلت عليه؟ اكيد احتكاك، خبرات. انت بتتمرن مع ناس دلوقتي، انت احنا عندنا 9 على 10 محترفين ما شاء الله يعني، ربنا يزيد اللعيبه. طبعا لما تلعب مثلا فرق اوروبا احتكاك طبعا، حتى لو انت قاعد بتتفرج يعني. كنت موجود مثلا في افريقيا اللي فاتت، مش اللي كانت في مصر، كانت في تونس، انا كنت موجود بس ما شاركتش. بس طبعا الحاجات دي اكتسبت خبره، شفت فرق افريقيا، شفت طريقه اللعب ازاي، التحكيم يعني، العوامل، الاجواء، الحاجات دي كلها خبرات طبعا. طب بمناسبه الاحتراف، شايف ان عدد المحترفين بيزيد ده ممكن ياثر يخلي جوده الدوري اقل، ولا المهم المنتخب؟ يعني اهم حاجه المنتخب طبعا، اهم حاجه المنتخب، ده هيخلي جوده المنتخب عاليه او اعلى من اللي هي فيه دلوقتي. هل بقى هيدي فرصه للشباب ان هم يبتدوا يعتمدوا عليهم في الانديه في مصر، يعني لما اللعيب مهم يحترف؟ امر طبيعي طبعا، امر طبيعي. غير بقى لو انت نادي مثلا بتفكر ان انت تعوض اللي مشي او اللي احترف بحد مثلا محترف من بره، تتعاقد مع حد من سواء بيلعب في اوروبا سواء بيلعب في افريقيا، عشان تعوض بس اللي هو ايه اللي غاب. بس يمكن بطولة افريقيا زي ما انت قلت دي تاني مرة تبقى فيها، بس يمكن المرة دي شاركت اكتر بكتير. هل انت متفق مع مقولة ان بطولة افريقيا مستواها قليل، ولا مستوى مصر هو الاقوى؟ بص هو احنا مستوانا يعني الحمد لله بقى يعني ابجريدد قوي، احنا دلوقتي علينا في الليفل يعني، ويبين يعني في الماتشات والاحتكاكات والنتائج. بس هو مش قصة مستوى قليل، هو احنا مثلا لعبنا تونس في البطولة اللي فاتت دي افريقيا اللي هنا، الماتش خلص فرق 2 في اخر ماتش يعني، ديربي ملوش علاقه، ملوش مقياس يعني، هو ما بيبقاش ليه عوامل انت هتكسب ولا مش هتكسب. ممكن تكسب سكور، ممكن ما تكسبش سكور وتكسب واحد، بس المهم ان انت تكسب.
هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو احنا لازم نكسب ان شاء الله يعني، ربنا يكرمنا ونكسب الماتش واحد او 10 المهم نكسب. فهو طبعا الماتش كان قريب جدا يعني، الناس كانت شايفه الماتش وهم كانوا موفقين جدا يعني، كانوا موفقين بدرجه غريبه يعني، ريباوندات بقى وشوطه تخش وحاجات غريبه بتحصل. بس هو الماتش في الاول وفي الاخر زي مثلا زي ماتش اهلي وزمالك، ما تبقاش داخل الماتش عامل الحسابات ان كده كده ده هيكسب 10 ولا ده كده كده هيكسب 10، هو داخل كده كده ديربي يعني. يمكن زي ما انت تقول تونس كانت موفقه، بس هل يعني الماتش اللي قبليه على طول هم صاعدين باكسترا تايم وكانوا هيخرجوا من البطوله، هل وصل لكم احساس ان ده ماتش مضمون ولا انتوا كنتوا داخلين ماتش؟ بص، من بدايه البطوله طبعا احنا بنبص على ماتشات تونس يعني، انت كده كده حتى يعني اول ما اي ماتش بنحضر لتونس، بنتفرج على ماتشات ليها، بنتفرج على اللعيبه، بس احنا بنخش الماتش بماتشه. هو من المنظر هم كانوا جايين محضرين لماتش مصر يعني، حتى في المجموعات كانوا بيلعبوا بسوء اداء، ما اعرفش بقى هم مستهترين شايفين الموضوع سهل، لحد ما وصلوا اللي هو الدور الثمانيه ده يعني كسبوا باكسترا تايم يعني، حاجه مش طبيعيه يعني. ييجوا في ماتش مصر مثلا يطلعوا الفول باور بتاعهم ويلعبوا ماتش حلو جدا. انت كنت شايف اللي هو لا، هم جايين من اول بطوله وهم بيحضروا ماتش مصر في السيمي فاينل، مش مركزين على اي حاجه غير ماتش مصر. يمكن غبت عن اول مباراتين، هل ده كان بسبب اجهاد مثلا من دوره البحر المتوسط ولا اتفاق عشان يعني خصوصا انت من اللعيبه اللي هم مستنيين البطوله دي اول بطوله ليا وكمان في مصر وسط الجماهير، فهل كان في اتفاق مع المدرب ولا هي كان؟ لا، هو طبعا هي طبعا باتفاق مع المدرب، هو اتكلم معايا وقال لي ان انت يعني لعبت ماتشات البحر المتوسط ويعتبر لعبت الماتشات كلها 5 ماتشات، مش عاوز ازود عليك، كان عايزك تريح اول ماتشين، وفي نفس الوقت كان هاشم لسه راجع وكان شادي لسه هيشارك، فقال لي هما الاثنين هيلعبوا اول ماتشين وبعدين انا هحتاجك في الادوار الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل. انا قلت له ما فيش مشكله، كنت متوقع حاجه زي كده يعني، امر طبيعي يعني. يعني ممكن يكون 90% من المنتخب ما لعبش قدام جماهير قبل كده وانت بدات من الادوار الاقصائيه بقى اللي هي بتبقى زي ما بيقولوا خطر. كان شعوركم ايه وانتوا بتلعبوا؟ حاجه عظيمه طبعا جدا ان احنا بنلعب اصلا قدام الجماهير بتاعتنا دي، يعني حماس مش طبيعي. الواحد كان مبسوط جدا 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 البطوله اللي هي في مصر، وان هو شاف جماهير زي كده. احنا في الانديه اصلا بيبقى نفسنا اي حد يخش، حتى اهالينا يخشوا، بس الموضوع يبقى فيه كده ناس في المدرجات، الموضوع بيختلف تماما. بس طبعا بحضور الجماهير للبطوله دي يعني دفع علينا كويسه جدا، وهم اللي ادونا البوش اصلا للبطوله، والحمد لله يعني ربنا نصرنا يعني وكسبنا الحمد لله. يعني يمكن ماتش كاب فيردي هو نهائي، بس يمكن كانت نتيجته متوقعه الى حد ما، رغم كده لقينا الجمهور مالي مدرجات على الاخر. كنت شايفين ان الجمهور مديكوا حقكم انكم تستحقوا ده، فجايين حتى لو الماتش سهل وكده كده هنكسب البطوله، لا هنساندهم. احنا من اول يوم الفاينل ده واحنا بنشوف التذاكر عشان لا يدخل قرايبه واصحابه، انت داخل ماتش فاينل طبعا، فاينل افريقيا في ارضك يعني، انت يعتبر الكفه ليك يعني مايله ليك، جمهور والماتش على ارضك، فبتظبط بقى يعني شوف التيكتس ومش عارف ايه. قال لك مفيش تيكتس اصلا، الصاله كومبليت، مفيش مكان، الناس كلها خدت تيكتات، الماتش مليان، الجمهور كله جاي. فطبعا ده كان حافز لنا حلو جدا. وعامه هو كان ماتش كاب فيردي يعني فرقه محترمه، احنا درسناها كويس جدا اصلا يوم ماتش الفاينل، درسناها واتفرجنا على فيديوهات ليها واديناهم احترامهم ونزلنا لعبنا كويس جدا، الحمد لله كسبنا. مصر قدرت تكسب بطوله امم افريقيا للمره الثانيه على التوالي، ده انجاز ما حصلش غير مره واحده قبل كده اللي هم اول مرتين. في فرصه يمكن ذهبيه ان احنا نكسب بطوله المره الثالثه، انجاز ما اتحققش قبل كده، خصوصا ان هي النسخه الجايه كمان في مصر. شايف ان الموضوع هيكون سهل ولا لسه بدري وممكن منتخبات تبتدي تظهر؟ لا طبعا لسه بدري وممكن منتخبات تظهر يعني، هنا مثلا منتخب المغرب اداؤه حلو جدا في البطوله دي، ما كانش قبل كده ظاهر، عكس منتخب الجزائر كان كويس راح واقع. هي الموضوع ملوش حسبه، بس هو الادفانتج لينا ان عشان البطوله في مصر بس، فدي ممكن تبقى ادفانتج لينا، اللي هو حافز وستريس في نفس الوقت. بس هو يعني مجموعه اللعيبه اللي موجوده يعني، لا لعيبه تشيل مسؤوليه ولعيبه محترمه جدا، تعرف تغير الموضوع الاستريس ده ان هو تاخده حافز ليها وننزل نقاتل وناخد البطوله ان شاء الله، ويبقى انجاز اول مره يحصل. طبعا واضح جدا اهتمام الجماهير بيكم ودعمكم عن اي منتخب تاني، ايه اللي بيميز منتخب اليد عن باقي المنتخبات فمدي الاحساس ده للجمهور؟ بص دي حاجه طبعا يعني، هو القتال في الملعب يعني، انا شايف ان هي منظومه من انجح يعني من انجح منظومه في الرياضه في الالعاب الجماعيه في مصر تقريبا،
محققه بارقامها كانجازات. مثلا احنا داخلين اولمبياد واخدين رابع اولمبياد، يعني اول فريق عربي افريقي اصلا يوصل للادوار دي، عاملين ماتشات عالميه، فالناس متابعانا شايفه ان انت ممكن تنافس. انت بتنافس بتلعب المانيا بتكسبها، بتلعب السويد تكسبها، الناس دخلت بدات تعرف ان في لعيبه محترفه بدات، وفي لعيبه محليه كويسه جدا ممكن تحترف. فالناس شافت النتائج بتاعتك وشافت ادائك اصلا مع الفرق اوروبا اللي هي اقوى فرق في العالم، خلاهم يحترموا اللعبه دي ولازم يتفرجوا عليها ويشوفوا انت ممكن تعمل ايه وممكن تكسب ايه وتوصل لايه. بمناسبه الاولمبياد، اولمبياد طوكيو مصر حققت مركز رابع، طبعا ناس كتير شايفاه انجاز، في نفس الوقت ناس كتير شايفه ان احنا كان في ايدينا خلاص ميداليه برونزيه زي ما لسه قايل، كسبانين المانيا وكسبانين السويد وبنلعب باداء كويس. شايفه انجاز ولا خساره للميداليه؟ هو انجاز ان انت اول فريق يوصل للليفل ده، وخساره ان احنا كان هو الماتش كان قريب، بس هي الرياضه كده يعني، انت مكسب وخساره، انت بتلعب على اقل اخطاء عشان تكسب، واللي قدامك نفس الكلام بيلعب على اقل اخطاء عشان يكسب، وانت تلعب فريق يعني بتلعب منتخب اسبانيا اللي انت اصلا بتلعب بالسيستم بتاعها بقالك 3 سنين مع باروندو، هو بيلعبوا بيه طول حياتهم، فهم عارفين الثغرات وانت بتدور على الثغرات. الماتش كان في الملعب بس هو اخطاءه قليله عنك فهو كسب، فبالنسبه لنا كانت خساره لان الماتش كان قريب، يعني هو ماتش خلص 33-31 فاللي هو يعني لا في الملعب كانت الكره معانا، راحوا ضيعناها وراحوا جابوا الجون الفرق 2 فنصيب يعني. طب هو في لغز كبير كده في تاريخ منتخب اليد ان هو دايما يعني بنعمل حاجه في البطوله اللي بعديها بنعمل عكسها، يعني في بطولة العالم خسرنا من السويد ده اللي صعب مشوارنا في بقية البطولة، في الأولمبياد كسبناها يعني مستريح نقدر نقول فرق 5، فده بيبقى ايه يعني مش مصدقين نفسنا ان احنا هنقدر نعمل ده خالص كده. زي ما قلت لك من شويه كده انه ده تحضير يعني عادي جدا، وارد ان انا انزل ماتش ابقى داي اوف، وارد ابقى نازل يعني كل الفرقه موفقه، هو ممكن يحصل حاجه زي كده. احنا في اولمبياد مثلا الفرقه كلها كانت موفقه والسكور فتح وكنا كسبانين مرتاح، والماتش فاز يعني وصل 5-6 تقريبا، وفرق سويد يعني اقوى فرق العالم جاي مثلا في ماتش في كاس العالم، انت الماتش ايكوال مش عارف تكسر، وبتروح بانفراداته بتضيع، هو هي دي بس الفكره ان انت التوفيق والتحضير، احنا بنبقى محضرين كويس بس هو التوفيق عامل التوفيق ممكن ما يبقاش معاك اليوم ده بس. طب في دورة البحر المتوسط يمكن احنا خسرنا في طوكيو، خسرنا من اسبانيا فرق 2 زي ما بتقول، هجمه هنتعادل اتقلبت بفرق 2. البحر المتوسط مش بالفريق الاساسي قوي بتاع اسبانيا، وكنا فارقين فرق اكتر من 5، فجاه الموضوع اتقلب وخسرنا النهائي، برده ده شايفه ايه؟ توفيق برده ولا هو دي فيه؟ يعني دي طبيعي. بص هو الرياضه كده كده مكسب وخساره، الموضوع ما فيهوش ان حد قصد ان انت تخسر او حد قصد ان انت تكسب، الموضوع مش كده خالص، بس هو كفرقه اسبانيا اللي كان واقف معاهم مدرب اسبانيا بتاع الدرجه الاولى، فيهم 4-5 لعيبه بيلعبوا في الدرجه الاولى، وبقيه اللعيبه بتتمرن بنفس السيستم بتاع اسبانيا، فهو ملوش علاقه ان انت بتلاعب لعيبه صغيره اصلا او لعيبه اللي هو البي تي مثلا زي ما الناس بتقول، لا الناس دي كلها بيتمرنوا مع بعض بنفس السيستم بنفس الكواليتي بنفس كل حاجه. هي قصه قصه سيستم بالظبط، هو هم الناس نازله الملعب عارف ده مهامه ايه في الحته دي، كل واحد عارف هو بيعمل ايه. احنا كنا فرق 5 مثلا واتطرد مننا سند ورابع قرع على طول في نفس الهجمه، فبقينا 4 لعيبه وهم بقوا 6 وفرق 5 لينا بالظبط، بقى فرق 1 في دقيقتين، فهو انت ده موقف في الملعب هتعمل فيه ايه؟ بمناسبه قصه السيستم، يمكن عندنا باروندو في الاهلي مدرب اسباني والزمالك مدرب اسباني، وحتى اللي مشي جه مكانه برده مدرب اسباني، شايف ان احنا ماشيين في نفس الاتجاه جايبين مدرسه معينه بنلعب على اساسها، ولا الموضوع مجرد مدرب كويس؟ لا هي الفكره ان انت دلوقتي لما بدات في المنتخب تحط المدرسه الاسباني دي وبدات تنجح، لان انت شايف خلاص انت شايف نتائج وشايف ان في حلول كهجوم وكدفاع والناس بدات تفهم هاندبول، دلوقتي الانديه بقت عايزه تطبق اللي بيحصل في المنتخب بس على بقيه اللعيبه، يعني حتى اللعيبه المحليه، وعاوز يوصل نفس الفكر بتاع المنتخب للانديه كلها، فبدا مثلا الانديه تتعاقد مع مدرب اسباني، هو ممكن يكون هو نفس السيستم بس اختلاف ايه مثلا الديتيلز مثلا شويه تفاصيل بسيطه كل مدرب عن مدرب بس، فالناس انا شايف ان هم ماشيين بنفس الطريقه دي ان هم عاوزين يطبقوا السيستم في مصر يعني. طبعا طموحات الجمهور بقت كبيره جدا، بتشوفكم بتكسبوا فرق اوروبيه كبيره جدا، فشايف ده هيبقى ضغط اكبر عليكم في بطوله العالم الجايه، ولا انتوا كمان طموحاتكم بقت عاليه وعايزين تحققوا انجاز ما حصلش قبل كده؟ لا احنا طموحاتنا عاليه كده يعني من بعد ما بدا مرحله اللي هي الليفل بتاعك عالي باولمبيات، انت دخلت في ليفل تاني،
فانت خلاص بقى انت بقيت تطمع. انا شايف ان مثلا في اولمبياد احنا بعد ماتش اسبانيا مثلا كان في ناس منهاره وناس بتعيط وناس متضايقه، مش عشان انجاز رابع، لا عشان احنا ضيعنا ميداليه. المجموعه بتاعتنا في بطوله العالم كرواتيا والمغرب وامريكا، طبعا امريكا بعيد شويه عن كره اليد. شايف ان هي في المتناول ولا بما ان بتاهل لمجموعه تانية فالموضوع لسه صعب؟ لا لسه 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 الموضوع صعب، الموضوع لسه اصلا انت بتخش بتطلع من دي اول اثنين وبعد كده تخش في مجموعه تانية بتاعه ثلاث فرق وبعد كده تبدا تخش تاني بقى الايه الكواليفايد الطويل، يعني زي كاس العالم اللي كان في مصر بالظبط. نفس السيستم بالظبط. طبعا انت ما شاركتش في كاس العالم اللي في مصر بس اكيد كنت متابع ليه. كنت موجود؟ لا كنت موجود مع المنتخب بس ما لا ما نزلتش قصدي شاركت. فازاي بقى شفت ماتش الدنمارك كده؟ يعني احكي لنا كده وانت بره الدكه شايفه ازاي. ده يعني من احسن ماتشات في الحياه يعني ممكن تتفرج عليها، بس كضغط وكده تحس انت جوه الماتش الموضوع صعب جدا جدا جدا، يعني ضغط مش طبيعي. يعني هدفنا بقى تحقيق ميداليه ومربع ذهبي. في بطوله العالم بيكون اسهل ولا في الاولمبياد اسهل؟ لا الاولمبياد بطوله يعني اكبر بطوله في العالم، يعني الموضوع بيبقى صعب جدا جدا. يعني انت مثلا دلوقتي بطوله العالم انت داخل مجموعه عارف هتلاعب مين، عارف يعني الموضوع اسهل شويه من الاولمبياد يعني. بس هو ممكن يعني زي ما قلت لك ممكن يبقى فيه توفيق وعدم توفيق، فانت تحاول تعمل حاجه ربنا ما يوفقكش فتلاقي الموضوع بقى ايه مثلا خدت اقل من اللي انت حققته في الاولمبياد مثلا فتقول لك لا الفرقه بقى مش كويسه. لا ده مش مقياس خالص، يعني الموضوع مش مقياس خالص. طبعا باروندو ليه بصمه كبيره جدا وكان في كلام ان هو طالما بيدرب فريقه الالماني هيمشي من المنتخب، وده خلاص ما حصلش وهيكمل معانا لغايه بطوله العالم. شايف ان هو لو كان مشي كان ممكن ياثر علينا بالسلب في الفتره القصيره دي؟ ما هي الفكره في حاجه، هو دلوقتي مثلا لو مشي انت كان عندك الاوبشنز مين؟ انت كنت عارف مين جاي مين هيروح؟ طب انت هتدخل حد مثلا اسباني ولا هتدخل حد مدرسه جديده عليك وانت خلاص داخل كمان 5 شهور على كاس عالم؟ الموضوع كان فيه ربكه كده ما حدش متوقع ايه اللي ممكن يحصل. بس كمعلومات ان هو ماشي ومش ماشي يعني في المنتخب نفسه ما كانش عندنا اي معلومات من الحاجات دي، يعني ما كانش حد ما فيش مثلا حاجه اشاعه حتى طلعت ان هو مثلا هو احتمال يمشي او احتمال يقعد، لا ما فيش حاجه تتكلم في الموضوع ده. هو دي طلعت مره واحده كده شفتها زي الناس على السوشيال ميديا ماشي ان هو مشي، يعني ما حدش قال حاجه ولا حد في الاتحاد طلع يتكلم ولا هو اتكلم اصلا وقال حاجه خالص، ما فيش اي حاجه حصلت. وانا قابلته من فتره وبتكلم يعني من كام يوم كده وبتكلم معاه قال لي ما فيش اي حاجه من الكلام ده خالص، قبل طبعا ما التصريحات اللي تطلع ان هو موجود ومكمل لحد كاس عالم. قال لي ولا حد اتكلم ولا انا اتكلمت في حاجه ولا الاتحاد اتكلم معايا في حاجه، وانا زي ما انا حد كاس عالم احنا عاملين بلان اصلا لكاس العالم يعني فما فيش مشاكل خالص. تقريبا ما خدتوش اجازه من وقت طوكيو بطولات ورا بعض سواء محلي او منتخب. دلوقتي برضو داخلين على بطوله افريقيا انديه وبعديها كاس عالم انديه وبعدين الدوري هيبتدي، شايف ده يكون ضغط اكتر قبل بطوله العالم ولا زي ما بنقول تجهيز للبطوله؟ بص اوكي كده دي يعني الحاجات اللي في النادي طبعا انت كده كده هتلعبها، يعني ممكن تبقى تجهيز لكاس العالم، بس انت كده كده لما بنروح النادي بنخلص وبنطلع المنتخب بنبدا من اول وجديد، نبدا نفتكر تاني التاكتكس مع بعض طريقه الدفاع طريقه الهجوم، فبتبقى اعداد المنتخب دي حاجه تانية. بس الكلام ده كله ممكن يمشي احتكاك مثلا ماتشات، بس كاجازه هو احنا فعلا ما خدناش اجازه يعني ده الموضوع ده يعني هو ربنا يستر، يعني الاجازه مش طويله اللي هو هتبقى كفايه تاخد ريكفري حتى لجسمك ولا حاجه، لا يعني انت ما فيش وقت ان انت تاخد اجازه. حتى الموسم بدا والناس بدات تتمرن ولعيبه المنتخب خلاص بدات ترجع، في ناس رجعت وفي ناس لسه هترجع، يعني داخلين 1/8 على ما اعتقد كله هيبدا. بس فانت هتفضل ماشي بالقصه دي بالروتين ده الاحتكاك لحد ما تيجي تعمل تخش اعداد كاس عالم بقى بتاعك مع المنتخب. الاهلي تاهل لبطوله كاس العالم للانديه، تقريبا اغلبكم او كلكم اول مره تشاركوا في البطوله باستثناء ابراهيم مصري اسلام حسن كام لعيب بس. بالظبط، ده بالنسبه لكم هيبقى حاجه بقى مختلفه ولا خبرات بتاعه المنتخب دي هتفرق معاكم في البطوله؟ طبعا هي حاجه مختلفه وخبرات المنتخب هتفرق معانا، هي حاجه مختلفه حاجه جديده طبعا علينا، احنا اول مره نخش نشارك في حاجه في حدث زي ده، طبعا حدث مهم جدا وكبير جدا، والنسخه دي من اقوى النسخ اللي اتعملت. الناس عمالين بيعملوا انفيتيشنز للناس لفرق اوروبا كلها تقريبا، احنا مش رايحين ان هو اداء مشرف مثلا ونرجع اللي هو شاركنا وخلاص، لا الناس على ما اعتقد يعني هتروح هنعمل حاجه ان شاء الله، نحاول نعمل حاجه طبعا نبذل مجهود وهنحتك بناس
يعني لعيبه اوروبيه بتلعب في تشامبيونز ليج طبعا، فالموضوع يعني هو الموضوع هيبقى صعب طبعا، بس اللعيبه هتحاول يعني. الاهلي بتبتدوا الموسم الجديد بطوله افريقيا انديه، بعديها كاس عالم انديه، شايف ان ده في بدايه موسم هياثر عليكم بشكل كبير ولا انتم متحفزين لحاجه زي دي؟ اللعيبه طبعا متحفزه لحاجه زي دي، هي بدايه طبعا بدايه قويه جدا، بدايه يعني المفروض انت بتبدا الموسم بحاجات يعني بماتشات بتبدا تعلى بالليفل واحده واحده لحد ما تبدا توصل للي هو ماتشات قويه. انت دلوقتي داخل الموسم بتلعب بطولات، يعني بدايه الموسم على طول بطولات، في بطوله السوبر المصري وفي بطوله افريقيا انديه وبعد كده كاس عالم انديه، فالموضوع طبعا صعب جدا. فالناس اصلا بدات اعداد من فتره، ولعيبه المنتخب هتبدا معاهم من 1/8 عشان نبدا نلحق نبقى نخش في التيم مع بعض ونخش نكمل بقى البطولات دي اللي هو من بدايه الموسم يعني. طب اسالك عن المدرب الاسباني للنادي الاهلي، بما انك برضو من الناس اللي بتروح المنتخب على طول، شايف ان السيستم قريب منه ولا شهرة باروندو اكبر ففي فرق بين الاثنين؟ لا بص، هو السيستم يعني السيستم قريب طبعا، نفس المدرسه، نفس يعني وقفات الدفاع، طريقه الهجوم، مش عارف ايه، هو نفس المدرسه، بس هو بيفرق زي ما قلت لك من شويه، هو بيفرق كل حاجه يعني كل مدرب عن مدرب بتفاصيله، هو ده عنده تفاصيل اكتر من ده، فده تلاقيه مميز عنه في حاجه، ده عنده حاجه معلومه زياده في الدفاع لان هو مثلا بيهتم بمدرسه الدفاع، هو يعني كل واحد ليه اللي هو الحاجه الخاصه بيه، بس هي بتفرق بس في شويه تفاصيل. دلوقتي هنعمل اختبار معلومات، نشوف بقى معلوماتك في كره اليد وفي المعلومات العامه والفوازير. بص يعني هنتعبك معانا، يلا بينا نجرب. ايه اخف معدن؟ اخف معدن؟ لا مش عارف. مش هو الليثيوم؟ اسحب كده، ماشي نقعد الموضوع. احنا لازم نجيب لك اسئله صعبه برضه عشان تسحب كروت. اعمل تيك توك، افتح انت عندك تيك توك على الموبايل؟ عندي تيك توك على الموبايل.